السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا مع موضوع الـ insert، لكن راح ناخذ فكرة عن select into. select into طريقة لإضافة البيانات وخلق table مشابه للقيم اللي أنت عملت لها select. يعني شلون؟ تذكرون إحنا بالـ insert select عملنا table واختارينا الأسماء الجداول أوكي والإيميل وبعدين ضفناها. هنا بالسلكت انتو لا، الموضوع يختلف. الموضوع شي يقول لك اعطيني اسماء التيبلات اللي انت تريده اللي جايبه من تيبلات موجوده اصلا وبيها قيم، واترك الباقي اللي هي انه اني راح اخلق لك تيبل باسماء هذه الكولومات اللي انت عملت لها سلكت من تيبلات سابقه. زين، كل اللي عليك انطيني اسم التيبل الجديد. يعني انت شو تريد اسم التيبل؟ اني راح اعمل لك اياه. خلي في بالك نقطه، هذا النوع من اضافه البيانات لن يقوم بنسخ الاندكسز الكونسترينتس والتريجرز. هذول الاشياء ما راح يتم تحويلها مع التيبل الجديد، يعني لازم انت تعملها. هاي خلي في بالك. زين، اذا جينا عملنا سيلكت توب 1 مثلا من person.person والperson.emails واجينا عملنا له execute، لاحظ هذه القيم موجوده. طبعا اثنيناتهم عندهم بزنس انتيتي. اوكي، هنا انا عندي الفيرست نيم، عندي هنا اللاست نيم، وعندي هنا الايميل ادريس. فكيف راح استخدم السيلكت انتو؟ راح اقول له اعطيني الفيرست نيم واللاست نيم، هذا موجود فيرست نيم واللاست نيم، حلو. وايضا احتاج الايميل ادريس من هذا التيبل، تيبلين مع بعض، اذا لازم استخدم جوين. اذا شو اقول له؟ هذول الثلاث اعمده from person.person اللي راح اسميه بي، مربوطه مع join person.email اللي راح اسميه اي، عندما الاي دي متساوي يكون الاي دي اللي موجود في البيرسون هو يساوي الاي دي الموجود في الايميل. ليش؟ حتى يجلب لي نفس القيم، يعني كان يجيب لي الايميل مال كان وليس شخص اخر. هنا لاحظ اول شيء اختارهم، بعدين اجيب القيم واضيفه في التيبل اللي سميته ب person email list. لاحظ اني ما خلقت اي جدول، تمام؟ هو راح يخلق لي اياه. كيف راح يعرف الاعمده؟ على اساس اللي انت اختاريتهم، وراح يسميها على مسمياتهم. فاذا جيت هنا اختاريته كله عملت له execute، الاحظ انه قام بتنفيذها. خلينا نجي نشوف ونتاكد انه هذا الشيء صار. لما اجي اقول له execute، الاحظ first name last name email address، تلقائيا هو قام بتسميتهم، تمام. اذا ممكن نسخ الاعمده ايضا. اذا جيت هنا يمكن ما راح نلقاها، يحتاج الى شيء هنا، لاحظ refresh. لما نجي نعمل refresh ونجي للتيبل، خلينا نشوف هذا الانسرت بيرسون اند وين، خلينا نجي نغلق الداتابيز ونعمل ريفرش مره اخرى، نفتح الداتابيز سوري نوت ذس وان تيبل، اند لاحظ بيرسون ايميل ليست، هذا person person email list، صنع لك person email list. اوكي، بهالكولومات اللي هي ال first name last name email، لكن بدون جلب ال indexes ال constraints اللي انت عاملها، هاي الاشياء ما راح يجيبها، وال triggers اللي انت عاملها في database ما راح يجيبها. هذا خلي في بالك. اوكي، يعني الفكره من عنده انه انت تستخدم ال select والانتو، فيسموها select into، تجيب الاعمده اللي تريدها بس تعطي له اسم التيبل، هو راح يصنع لك اسماء الاعمده ويقوم باضافه البيانات. لهنا وصلنا لنهايه الدرس، نلتقي بالدرس القادم، مع السلامه.